السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا تويوتا 2013، هنركب شاشة 9 بوصة دبل بيز، رامات 4 ومساحة 64. طبعا كان راكب MB3، حوشنا الـ MB3 عشان نركب الشاشة. ده الطابلو، فكينا طابلو الكاسيت، تمام. ادي الشاشة اهي، رامات 4 ومساحة 64، دي اعلى شاشة في الدبل بيز الاصدار الجديد. تدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو، ده الضمان 24 شهر، يعني سنتين، والمانوال، الوصلات، الدبل بيز الممتازة. احلى حاجة بتعجبني في شركة دبل بيز بصراحة الماتريال بتاع الوصلات ممتاز، حاجة محترمة. طبعا زائد امكانيات الجهاز عشان رامات 4، فطبعا اداؤه اعلى، كل ما تعلى بالرام كل ما الاداء يبقى اقوى واسرع وتعيش معاك. اهي دي الشاشة، ماركة دبل بيز. دي الوصلات الخلفية او اماكن الوصلات، فيها وصلة HDMI، لو حبيت تاخد صوت قوي ممكن تجيب محول وتركب عليه الساوند سيستم بتاعك عن طريق الاتش دي ام اي، تاخد اقوى صوت واعلى جودة صوت. جبنا الفريم مع الفيشة اهي او الايزو، لازم نجرب الفريم مع الشاشة مع المالتي. وطبعا هنغير العلامة بتاعت الدبل بيز، هنخليها تويوتا اهي. خشنا ندخل علامة او اللوجو بتاع تويوتا، ندور على اللوجو. معظم ماركات العربيات موجودة في الشاشة الدبل بيز. بعد كده بسيف، بعد كده اقفل الجهاز وافتح، يديني علامة التويوتا. شاشة بضمان سنتين وعملية، اللوجو ظهر اهو، لوجو تويوتا. يبقى كده الشاشة بقت بتاعت العربية مع الفريم، ف بتغير معالم الطابلو نهائي، زائد سرعة زائد أداء. احنا كده حشنا الغلاف اللي على الشاشة. بصوا بقى منظر الشاشة بالجمال والنقاء بتاع الصورة، والتاتش حراري على فكرة زي الموبايل. هنشغل الايفون عليها اهو عن طريق الابل كار بلاي. في انيميشن بالبلوتوث طبعا، مكالمات وموسيقى. عشان الابل كار بلاي يشتغل معاك على طول لازم بتتوصل الاول حاجه البلوتوث، تمام. كده بقلب في الموبايل عن طريق الشاشة، ممكن برضه تفتح الجي بي اس عن طريق الموبايل اهو، عن طريق برضه الابل كار بلاي والموسيقى وكل حاجة ما عدا الفيديو، عشان الفيديو حاجة خاصة، فهو مش داعم لك انك تشغل فيديو عن طريق الابل كار بلاي. الفيديو يشتغل عن طريق الفلاشة، لكن الـ MP3 والبلوتوث طبعا والمكالمات كله عن طريق الابل كار بلاي اهو. ومجرد انك تفتح بس بلوتوث في الايفون يتصل بيه، يدخلك على ابل كار بلاي على طول. طبعا احنا هنعمل حتة من عندنا كده بقى، هنظبط الفريم بتاع الطارة، عملناه كربون اهو زي ما انتم شايفين، كل الفريم اتعمل كربون، غيرنا شكله حتى التابلو اهو، شايفين الحتة بتاعت المالتي
غيرنا شكلها اهي، وبنرجع كل حاجة زي ما كانت، فكناها كلها عشان خاطر تبقى زي ما انتوا شايفين كده كأنها جاية فيها الكربون. فكناها كلها اهي وراجع كل حاجة زي ما كانت اهي. ده بعد التركيب وعمل الكربون، بتغير شكل برضك الطارة مع الطابلو، وعملنا الحتتين اهو كربون برضو. نشوف في الاخر بقى بعد التقفيل مع الفريم مع الكربون اللي اتعمل في الطارة وفي فريم الطابلو اهو. بنقفل تغيير كامل في طابلو العربية مع الطارة. لازم لو عندك فكرة بتوصلها للعميل ويوافق عليها، يا اما ما يوافقش ده حاجة بترجع له هو. اهو كل الفريم ده اتعمل كربون حوالين الكاسيت مع الطارة، حاجة محترمة. الشاشة مع الفريم مع الطارة مع الكربون، غيرنا معالم العربية خالص. كان الكربون جاي فيها. اخر حاجة معانا في الضبط، بنظبط الطارة مع الشاشة، نبرمج الطارة مع الشاشة اهو، بنعلي ونوطي. لو عوزت اي معلومة او اي استفسار ابعتلي على الرسايل على اليوتيوب. يبقى احنا ركبنا في تويوتا 2013 شاشة دبل بيز 50/10 مع الفريم مع عمل كربون زي ما انتوا شايفين كده في الفريم حوالين الكاسيت الطابلو كله مع طارة المالتي. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد.